السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايه هذا ننسى الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله ساشارك معكم خبر جميل جدا اصدر من الاتحاديه للنيجر لكره القدم للمنتخب الوطني الجزائري. وهذا الخبر متاكد 100% انه سيعجبكم وايضا سيسعد الكوتش جمال بلماضي. ومن بعدها سنمر الى اخبار محترفين وخاصه عن تصريح بيب غوارديولا والذي استفز به نجم من الدول الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصه. هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو ان شاء الله. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناه مستقبلا. اولا كما يعلم الجميع انتهت مباراه نادي مانشستر سيتي اليوم رسميا امام نادي ساوثهامبتون ب تعادل سلبي لكلا الطرفين. نادي مانشستر سيتي لم يقدر على التفوق لنادي ساوثهامبتون والذي حل ضيفا عليه في ملعب الاتحاد، وراينا صراحه مجهود لنادي مانشستر سيتي وايضا طريقه لعب نادي مانشستر سيتي اليوم بصفه عامه لم تكن مألوفه، تحسب لي انه فريق من درجه الشامبيونشيب. صراحه ساوثهامبتون نادي مانشستر سيتي كان يتفوق عليه بسهوله وليس في هذه المره، وخاصه انه نادي مانشستر سيتي لعب في ملعب الاتحاد اي ملعبه بطبيعه الحال، ولكن لم تكن عنده الافضليه. وفريق نادي مانشستر سيتي ما كانش قادر يصعد حتى بالكره الى الامام، وهذا لعدة أسباب. ولكن السؤال الذي طرحه عليه العديد من المتابعين، علاش بيب غوارديولا لم يشرك رياض محرز في هذا اللقاء؟ وصراحة بيب غوارديولا تكلم عن التشكيل الذي دخل به بطبيعة الحال في هذه المباراة أمام نادي ساوثهامبتون، وأيضا تطرق على التشكيلة وأبدى رأيه. هو صراحة كان هنالك استفزاز لنجم من الدول الجزائري رياض محرز. راح نشارك معكم وراح نشارك معكم أيضا كيفاش أنا فهمت هذا التصريح. بيب غوارديولا صرح قبل المباراة عن التشكيلة قائلا: دائما أختار تشكيلة باعتقادي يمكنهم تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز. ماذا يعني لنا بيب غوارديولا بهذا التصريح؟ راح يقول باللي انه قبل كل مباراه يختار اللاعبين اللي هو يحس باللي انه راح يفوزوا في هذه المباراه، ما راحش يتعادلوا ما راحش يخسروا، تكون عنده قناعه باللي هؤلاء اللاعبين الذين اشركوا في هذا اللقاء او في اي لقاء مختلف باللي انه راح يفوزوا له في هذا اللقاء. هذا لنا باللي انه رياض محرز ما راحش يقنع بيب غوارديولا، وخاصه انه في اخر مباراه لعبها رياض محرز أمام نادي لايبزيغ أعزائي المشاهدين في دور المجموعات للتشامبيونز ليج، رياض محرز كان كأساسي وبيب غوارديولا رأيناه يصرخ عليه وأيضا صرخ حتى على الدولي الإنجليزي جاك جريليتش. فبعد المباراة تلك وأيضا في هذه المباراة أمام نادي ساوثهامبتون رياض محرز قد عوقب وأيضا جاك جريليتش لعب كلاعب أساسي. فبيب غوارديولا ماذا يرى في أنه رياض محرز؟ راه يشوف لأنه رياض محرز ما راهش قد المسؤولية أو تحس باللي أنه لم يقنعه وما قنعوش باللي أنه راح يجلب له الفوز في هذا اللقاء. ولهذا أعزائي الكرام بيب غوارديولا أخطأ للمرة المليون، وأيضا أعزائي الكرام نادي مانشستر سيتي كان تائه فوق أرضية ميدانه، ونادي ساوثهامبتون أوقف سلسلة الانتصارات لنادي مانشستر سيتي في استاد الاتحاد. الشيء اللي استفزني انا شخصيا هو انه بيب غوارديولا كان يقول قبل مباراه ساوثهامبتون باللي انه يحب رياض محرز ويحب العمل مع رياض محرز، ورياض محرز يقبل كل شيء وايضا يقبل التحديات والعديد من الامور. فاذا هذا اللاعب راك تقول عليه باللي انه تحب العمل مع هذا اللاعب اعطيه المكانه الاساسيه. صراحه بيب غوارديولا اعزائي الكرام بين قوسين متناقض مع نفسه، يقول كلام من بعدها لا يطبق ذلك الكلام، يطبق عكس ذلك الكلام الذي قاله في الندوة الصحفي. هذا هو بيب غوارديولا، مجنون فيلسوف، ما تفهم ولا شيء، ما تفهم ولا شيء في بيب غوارديولا. فهذه انا بالنسبه لي كان استفزاز لانه رياض محرز ما راش مقتنع به في هذا الموسم او في دوري ابطال اوروبا او حتى الدوري الانجليزي الممتاز بصفه عامه. ما رايكم اعزائي الكرام حول هذا الموضوع؟ اخبرونا اراءكم في صندوق التعليقات. وننتقل الان الى الخبر الموالي عن برنامج الخضر امام منتخب النيجر للجوله 3 و4 للتصفيات المؤهله لمونديال قطر سنه 2022. المنتخب الوطني الجزائري عنده فرصه كبيره بكي يفوز على منتخب النيجر ذهابا وايابا. فالمباراه الاولى حسب الاتحاد الجزائري لكره القدم ستقام هنا في ملعب مصطفى تشاكر، ان شاء الله تكون ارضيه الميدان جيده، هذا ما نتمناه اولا شخصيا. اما موعد المباراه سيكون الرسمي 8 من شهر أكتوبر على الساعه 5 بتوقيت الجزائر. في المره الماضيه كنا نسمع ب كما نقول توقيت وموعد غير صحيح لانه كان فقط متوقع، الان رسم ذلك بشكل رسمي. حاليا المباراه ستلعب الجمعه 8 من شهر أكتوبر على ملعب مصطفى تشاكير بالبوليده. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وستكون ان شاء الله نتيجه عريضه للمنتخب الوطني الجزائري ضد النيجر.
أما أيضا مباراة الذهاب خارج الديار ستكون في ملعب نيامي بطبيعة الحال بالنيجر يوم الاثنين 11 أكتوبر على الساعة مثل ما أكدت لنا العديد من التقارير على الساعة 5، وإحنا والنيجر عندنا توقيت واحد. فهذه أخبار جيدة، لأنه سمعنا في الفترة الأخيرة كانت هنالك العديد من التقارير تؤكد بلي أنه هذه المباراة أمام النيجر في أراضي النيجر راح تلعب على الساعة يا إما الواحدة أو الثانية زوالا، ولكن يبدو أن تلك التقارير خاطئة، بل أنه تأجل ذلك التوقيت أو تم تغيير ذلك التوقيت وستلعب المباراة على الساعة 5 حسب التقارير. المهم الاتحادية الجزائرية ما زال ما عملت النشر الرسمي، ولكن تقارير أكدت لنا بلي أنه المباراة ستلعب على الساعة يعني 5 مساء. على العموم يعني ستكون أجواء لطيفة إن شاء الله، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وخاصة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مثل ما شرحت لكم في الفيديوهات السابقة بلي أنه أبدى موافقته الرسمية بأنه راح يلعب في ملعب النيجر وذلك بشكل عادي. ولمن يتساءل عن كيف أصبح ملعب النيجر بعد الترميمات أعزائي الكرام، ها هي آخر صور لآخر آخر مباراة لعبت في هذه الأرضية بعد الترميم، تكلموا عن بعد الترميم. كما تشاهدون هي بعض الصور الظاهرة أمامكم، العشب ما زال فيه إصفرار ولكن أرضية الميدان تبدو لي جيدة، والعلم لله، يعني أنا ما رانيش حاضر تما، ممكن أنه كاين بعض الحفر، ولكن ما تبدي لنا هذه الصور يعني أرضية الميدان راهي جيدة أفضل من ملعب مصطفى تشاكر للمرة الأخيرة مثل ما أكد لنا الكوتش جمال الماضي باللي أنه فيه الشامبينيو والعديد من الأمور. على العموم أرضية الميدان فيها إصفرار، ولكن ذلك الإصفرار لن يضر بالمنتخب الوطني الجزائري ولن يعرقل على الكوتش جمال الماضي من أجل تطبيق خططه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إصفرار لن يضر المنتخب الوطني الجزائري، فالأرضية تبدو جيدة نوعا ما نسبيا. وطبعا أعزائي الكرام هاي هي غرف يعني الندوات الصحفية كما تشاهدون، وهذه هي غرف تبديل الملابس بعد الترمير. أصبحت جيدة، ما نقولوش ممتازة ممتازة، ولكن مقبولة على العموم، وتم يعني كما نقول أعزائي الكرام الموافقة على هذا الملعب مؤقتا فقط، يعني وافقوا الكاف وافقت على هذا الملعب مؤقتا فقط بعد مباراة الجزائر والنيجر وبعد المباراة الأخرى، يعني سيتم إغلاق هذا الملعب ولن يعني تلعب فيه مباريات دولية تحت يعني إشراف الفيفا بطبيعة الحال. فما رأيكم أعزائي المشاهدين حول هذا الخبر؟ أنا بالنسبة لي جيد، المنتخب الوطني الجزائري لن يتلقى أي صعاب حاليا لأنه كنا متخوفين من التوقيت، ورغم أنه الكوتش جمال الماضي سيقبل جميع التحديات وراح قبل به يلعب في النيجر وما تضايقش من هذه الأمور، فأعتقد بأن الكوتش جمال الماضي ما راح يكون سعيد بهذه الأخبار، خاصة بالتوقيت الجيد 5 مساء، يعني نفسها ونفس التوقيت اللي راح نلعبوا فيه هنا في الجزائر في ملعب مصطفى تشاكر، راح نلعبوا 5 في خارج الجزائر في ملعب النيجر راح نلعبوا على 5 مساء. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله الفوز للمنتخب الجزائري على منتخب نيجر باه نصعدوا الى مونديال قطر سنه 2022. الان اعزائي الكرام اشارك معكم خبر اخر، هو انه رسميا تمت اصابه نجمنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمه. ممكن ان هذا الخبر يعني شاركته معكم بشكل متاخر، ولكن اود اعلامكم، ويعني هنالك شكوك ان يلعب امام نادي مانشستر يونايتد امام كريستيانو رونالدو بطبيعه الحال، فنتمنى له كل الشفاء العاجل. بينما عن مكانه نجمنا الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر هي حاليا في خطر، والمدرب لهذا النادي الايطالي بيولي غير راضي عنه، خاصه في ظل تالق يعني ساندرو تونالي في الفتره الاخيره، واللي راه يقدم له مستوى كبير بطبيعه الحال ويقدم له ضمانات اكثر من نجمنا الجزائري اسماعيل بن ناصر. انا ما نتمناه حاليا هو انه هذا اللاعب تبتعد عنه لعنة الإصابات أولا، ونتمنوا أنه راح يعود بقوة إن شاء الله. فإسماعيل بن ناصر يعد محرك لنادي أي سي ميلان، ولكن حاليا يعني ساندرو تونالي كما نقول هذا اللاعب استغل غياب نجمنا الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، فلولا يعني إصابة إسماعيل بن ناصر للاعب ساندرو تونالي ما زال في كرسي البدلاء يبحث عن أي فرصة لكي يلعب كلاعب أساسي، ولكن حاليا الأدوار انقلبت، فنجمنا الدولي الجزائري عفوا كما نقول إسماعيل بن ناصر يعني أصبح هو الذي في كرسي البدلاء ومدربه غير راضي عليه للأسف الشديد. فكان هذا فيديو اليوم، أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات إذا تشرفتم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.